www.familyfan.com. مساء الخير بالأستاذ الكبير أحمد شوبير خديك، ومرحب بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. وفد المريخ السوداني الآن في القاهرة للتفاوض مع نادي الزمالك بشأن عصام الحضري. طيب في البداية التحية لك والتحية لكل المشاهدين. أهلا وسهلا. وحقيقة وفد المريخ الآن في القاهرة لإنجاز كثير من الأعمال التي تخص المريخ في الفترة القادمة، من ضمنها الترتيب والتنسيق مع المدرب الجديد الكابتن حسام البدري. نعم. للمعسكر ولقضاء كثير من الأشياء التي تهم المريخ، من بينها البحث مع إخواننا في نادي الزمالك عن إمكانية يعني إعارة الكابتن حسام عصام الحضري لنادي المريخ لمدة عام. يعني أنتم بتتكلموا في إعارة وليس بيع وشراء؟ لا، نحن نتحدث عن إعارة الآن لمدة عام، والأمر يعني الآن أيضا وجود الكابتن حسام البدري يعني كثير من المتبقي من التعاقدات الأجنبية الملفات بيد الكابتن حسام البدري. طيب أسألك قصة عصام الحضري، القصة تنقسم إلى شقين، مقابل مادي النادي الزمالك والغرامة المفروضة على عصام الحضري، وهي مبالغ كبيرة جدا. يعني هل أنتم حاطين سقف معين لإعارة عصام الحضري؟ نعم، نحن نتحدث عن المبالغ المعقولة في مثل الإعارات. نحن لا نتحدث الآن عن امتلاك كرت اللاعب، وإنما نتحدث عن إعارة. يعني ونعتقد أن المسؤولية في القرامة تقع على عاتق اللاعب أو النادي صاحب البطاقة الدولية. أما نحن نتحدث عن إعارة لمدة عام خالية من الالتزامات المالية التي يعني يتحدث عنها الناس. مين اللي هيدفع؟ لا، ما هو السؤال يا استاذ جمال انه في نادي الزمالك اشترى عصام الحضري ب 3 مليون جنيه من نادي الاسماعيلي، بالاضافه ان عصام تقاضى يعني ما قيمته حوالي مليون جنيه، اذا 4 ملايين جنيه. نتكلم بوضوح وصراحه انه السن لا يسمح لعصام الحضري، عصام الحضري 39 سنه والامور خلاص يعني، او 38 مش كده؟ يعني الوضع اصبح لا يسمح يعني بقصه البيع والشراء، قد لا يمكنه اللعب بعد ذلك، وهناك غرامه ماليه مفروضه من قبل الفيفا او المحكمه الرياضيه 800 الف دولار لابد ان تسدد قبل ان يلعب عصام الحضري. اعتقد اننا لا يعني في مساله اعاره اللاعبين، المسألة ما بتخضع لكم صرف النادي، لأنه أحيانا تتعاقد مع لاعب بمبالغ كبيرة جدا. يعني نحن حدث السنة في نادي المريخ ولإشكالات أو لتغيير أجواء، يعني أحيانا تدفع للاعب لكي يلتزم طرف آخر بدفع مستحقاته المالية. يعني نحن في هذه النقاط يعني لا نتحدث الآن عن ما صرفه نادي الزمالك تجاه الكابتن عصام الحضري، فنحن تربطنا بنادي الزمالك وبنادي الاهلي علاقات طيبه. ومن قبل انا كرئيس نادي المريخ وصلت الاتفاق مع الاخوه في نادي الاهلي حينما طلبوا اعاره اللاعب وارجو، والذي يعلم الجميع كم كلفت ضغطته بالنسبه لنادي المريخ، كان بامكاننا ان نسمح بانتقال اللاعب الى نادي الاهلي لتغيير الجو ومحاوله الابداع في نادي الاهلي. نعم. بدون مقابل مالي. هذه المسائل لا تحكمها احيانا. طب هل انتم برضه استاذ جمال ال 800 الف دولار الغرامه الماديه الموقعه على عصام الحضري، هل تاكدتوا انه يعني ما الجواب اللي جالي والخطاب اللي جالي بيؤكد انه الحضري لابد ان يسدد الغرامه قبل ان يلعب؟ هل عملتوا اتصالات بالفيفا بالمحكمه الرياضيه لتتاكدوا انه نحن لدينا اتصالات الان، ويمكن من ضمن المشن للموقف بتاع نادي المريخ الان هو ان يتاكد من ان اذا وافق الزمالك على اعاره اللاعب بعد الاتفاق مع اداره نادي المريخ، ان لا تكون هناك عقوبات تعيق يعني انتقال اللاعب الى نادي المريخ او بداية نشاطه. أعتقد أن الموفد بالإضافة إلى الكابتن حسام البدري هم قادرين على أن يتحروا من هذه المعلومة. نحن سمعنا أن هذا المبلغ يفترض أن يدفعه نادي سيون، وأحيانا النادي الذي يملك البطاقة، ولا نعلم بالضبط ما هي العقوبة. طب إذا كانت العقوبة على الحضري والحضري لابد أنه يدفع المبلغ
قبل أن أعتقد أن نادي يعني يطلب إعارة لاعب لمدة عام يعني يستطيع أن يلتزم بدفع مبالغ مالية كبرى، فنحن ما زلنا في قارة لها يعني إمكانيات محددة ولها يعني ظروف معينة. أستاذ علي السيسي عايز يسألك سؤال يا فندم، اتفضل. أستاذ جمال إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا كريم. يعني فيه نادي الزمالك يا استاذ جمال اعلن انه غير ملزم بالغرامه ولن يدفع منها جنيها واحدا. طب انتوا تفاوضتوا مع الحضري على اي اساس؟ من الذي سيدفع؟ هل سيون ام الحضري ام من؟ نحن لا نريد يعني ان 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 ان, أن نخوض في مساله العقوبه، ولكن ما اؤكده لك اننا في نادي المريخ اذا كان الامر لديه شروط جزائيه او عقوبات يجب ان يدفع نادي المريخ، لا اعتقد اننا سوف نكون قادرين على الاستمرار. جميل، الامر واضح. 800,000 دولار سيسددها نادي المريخ ستنسحب من المفاوضات، ادي واحد. اثنين، المبلغ اللي طالبه نادي الزمالك ما اعلن في الصحافه هو حوالي 4 ملايين جنيه مصري، وهو ما يتجاوز 600,000 دولار او 700,000 دولار تقريبا. هل لديكم استعداد لدفع هذا المبلغ استاذ جمال؟ إذا كان المقصود بهذا المبلغ الذي تتحدث عنه هو شراء الكرت الدولي كان يمكن أن نتناقش في هذا الأمر، ولكن نحن الآن نتناقش عن فترة زمنية محددة. نحن نعلم أن الطرف الآخر لديه أيضا حقوق خلال هذا العام يعني سوف نتكفل بها للعلاقة الطيبة التي تربطنا بالكابتن عصام، ومفردنا الآن يتحاور مع الإدارة في المبلغ المخصص لفترة العام فقط. إذا رفض الزمالك مبدأ الإعارة وصمم على مبدأ البيع والشراء هتوافقوا؟ لا أبدا، نحن في هذه الحالة أعتقد أننا سوف نكون مجبرين على أن نلغي الصفقة. هل عصام الحضري هيكون في المريخ إذا 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 الصفقة وصلت إلى إطارها الصحيح وانتهت، سيكون بصفته لاعب أجنبي ولا بصفته لاعب سوداني؟ والله أعتقد أن مسألة انتقال الحراس يعني تحتاج إلى أن يكون اللاعب صاحب جنسية سودانية أو يكون اللاعب بحسب البروتوكول العربي كما حدث في حالة الحارس الرمدي بالسماح للاعب الفلسطيني. أيضا هناك اتفاق بين السودان ومصر على حرية التنقل وحرية الإقامة طرف واحد ولا طرفين. رمزي صالح سيتم الاستغناء عنه ولا مستمر مع نادي المريخ؟ لم نحدد بعد او لم يحدد المجلس في هذا الامر. استاذ جمال الولي رئيس نادي المريخ السوداني، اشكرك شكرا جزيلا. الامور تزداد تعقيدا، واضح ان الامور في غموض شديد. على اي اساس تم التفاوض مع الحضري؟ لا، على اساس وعلى اي اساس هم راحوا يقعدوا مع نادي الزمالك؟ على اساس ان العقوبه الماديه الحضري ليس مكلفا بسددها. امال مين كابتن المنطوق الرسمي لقرار المحكمه الرياضيه الدوليه العقوبه بيتحملها عصام الحضري تضامنا مع النادي السوسي ونادي سيون، لانه الاثنين هم اللي خرقوا العقد بالظبط، الاثنين هم اللي ارتكبوا الخطا. فالقرار الدولي اللي صادر يتحمل دفع الغرامه اللاعب تضامنا مع النادي السويسري. ليه تضامنا؟ باعتبار عصام الحضري هيجي يقول لك انا مش هدفع فمش هلعب كوره، مش هتقدر تلحقه مدنيا وجنائيا. نادي سيون هتطبق عليه العقوبه انه يوقف من قيد اي لاعبين جدد لحين سداد الغرامه. اذا انت وجهه نظرك النقطه الاهم ان عقد عصام الحضري مع نادي الزمالك لا يلزم نادي الزمالك بسداد اي مبالغ. لا لا، دي مؤكده، دي مؤكده 100%، دي مفيش فيها فصل. انا بحاول اجيب عصام الحضري على التليفون عشان بس يوضح لنا القصه شكلها ايه، لانه عصام يمكن يكون اكتر واحد يفتنا. احنا لما جبنا المنطوق كان زي ما حضرتك بتقول كده، وان عصام الحضري لا يمكنه اللعب دون سداد الغرام. ده كان في المنطوق حضرتك اعتقد نشرته حضرتك عارفه، واحنا اذعناه اكتر من مره. هحاول اجيبه مره ثانيه لانه مهم جدا. طيب خلينا ننتقل من نقطه المريخ فيما لو فشلت مفاوضات المريخ الى حرس الحدود. النهارده كابتن طارق العشري قال لي بالحرف الواحد انه الاداره حصلت على الضوء الاخضر لبدء مفاوضات مع نادي الزمالك لضم عصام الحضري، وقال لي انه كان مع عصام من 48 ساعه بالظبط، وعصام الحضري متحمس بشده للانضمام لنادي حرس الحدود. مع عصام كان متحمس بشده للانضمام لنادي سيون برضه. بس انضم من البدايه يعني احنا بنتكلم من 14 فبراير 2008
في هذه القضية. هذه القضية. من ساعة وقعة الهروب. هو في سيون، في الإسماعيلي، في الزمالك، في وجهة محتملة سواء للمريخ أو لحرس الحدود، وفي كل واحدة منهم في حماس. كان في حماس في الإسماعيلي، وكان في حماس في سيون، وكان في حماس في الزمالك. الحماس لوحده مش كفاية. يعني إحنا من البداية كانت القضية قضية احترام عقود وتعاقدات. لو كان ده موجود، لو كل الناس اللي بتلوم عصام الحضري النهاردة على اللي بيعمله مع نادي الزمالك لام عصام الحضري يوم 14 فبراير 2008، كان الحضري ما تعرضش لكل اللي تعرض له كواحد من افضل حراس المرمى، اللي هو او افضل حارس مرمى في تاريخ الكوره. بس بعد اذنك، اللي هو ايه، اللي هو يوم 14 فبراير وقعت هروب عصام الحضري من النادي الاهلي. من النادي الاهلي هي دي بدايه الخطا وبدايه كل اللي احنا فيه دلوقتي. كانت الكره المصريه بحاجه الى هذا الحارس المتميز، كان النادي الاهلي بحاجه الى هذا الحارس، كان عصام الحضري بحاجه الى حفظ تاريخه. لكن للاسف كل من يلوم الان عصام الحضري على ما يفعل مع الاسماعيلي مع الزمالك او ما فعله في الاسماعيلي، هم نشجعوه تقريبا على فعلته مع النادي الاهلي. لا، هو ما حدش شجعه. هو لما هرب والله لا مساعدات كتير، لا مساعدات كتير لما هرب للسيون.